يأتي رمضان في كل عام أيها الأحبة دورة تدريبية من أجل أن يجعل للنفس ميلا إلى جانب الروح أكثر من ميلها إلى جانب الجسد، معروف. يعني لا نتكلم بمثاليات، وأنا أولكم، كلنا ذاك الرجل، كلنا صاحب ذنب وخطيئة، إذا ما أذنبت جوارحنا فربما تذنب قلوبنا. إذا داخلك عجب أنت مذنب وأنت لا تدري. إذا شهدت نفسك أنك خير من غيرك هذا الذنب، هذا الناس لا تشعر به. إذا داخلك رياء في الطاعة، شوه ما شاء الله عم يتحدث عم يوعظ عم يتكلم عم يصلي بالناس، شوه مظهره لحيته ثوبه، إذا داخلك رياء هذا ذنب وذنب عظيم. هناك ذنوب لا ترى لا يحس بها، بل هناك ذنوب فردية، هناك ذنوب جماعية. مثلا الأمة إذا تركت بمجموعها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي أذنبت ذنبا جماعيا، هذا ذنب من الذنوب. الأمة إن لم تتناصر فيما بينها، أنصر أخاك، إذا تركت المناصرة في اللقمة والموقف وفي نصرة الضعيف على القوي تماما، هذا ذنب سات الأمة. الأمة التي تسكت عن حقها السليم وترضى بأن يهان مقدسها ويسب دينها ونبيها، هي بالمجموع اسمه ذنب جماعي، هذا بده من بده مساحة هذا كله. فإذا كلنا ذاك الرجل، من يبرئ نفسه؟ الداعية الذي يسكت عن كلمة الحق هذا آثم، ولو صلى وصام وخطب وصاح يجب أن يقول الحق في نفسه وفي الناس وأمام كل الناس، وهذه مهمتهم. أخذ العهد على الأنبياء وعلى العلماء أن يقولوا الحق ولا يخافوا في الله لومة لائم مهما كان الأمر. إذا تركت الأمة النصيحة فيما بينها، يقول الدين النصيحة، قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. بدك تنصح، بدك تنصح الحاكم وتنصح العالم وتنصح العام وتنصح الكبير وتنصح الصغير، والنصح برفق والنصح بحب. إذا ترك النصيحة فيما بيننا ذنب من الذنوب. الرجل الذي يترك واجب القوامة في أهل بيته، الرجال قوامون على النساء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ثم يقول والرجل راع في أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته. إذا ترك الرجل توجيه زوجته وتعليم ابنته وضبط ولده وتربيته على الأخلاق هذا إثم. الموظف الذي يخون الأمانة فيرتشي أو يعطل مصالح الناس أو لا يمشي قضايا الناس ويعرقلها أو يهملها هذا آثم. المدرس الذي لا يتقي الله في حصته فيضيعها بالقيل والقال وشرب الشاي والقهوة على حساب ضياع مستقبل أبنائنا في المدارس هذا آثم. المحامي الذي يعلم بأنه يدافع عن باطل من أجل المال وهو يعلم أنه باطل هذا آثم. القاضي الذي لا يحكم بين الحق في الحق بين اثنين ولا تأخذه لا محسوبيات ولا واسطات هذا إن لم يتق الله هذا آثم. المزارع الذي يهجر أرضه حتى تيبس وتموت ويبحث عن رفاه العيش والسلامة وهذا ثغر من ثغور الأمة، الزراعة وتقويتها تماما هذا آثم. الصناعي الذي لا يتق الله في الصنعة فيخرج ينزل لأسواق المسلمين صناعات مهترئة سرعان ما تتعطل أو تبلى هذا آثم. الإمام والخطيب الذي لا يتق الله فيقول المناصحة والمراعاة والحلم والصبر على الناس لتعليمهم وتفقيهم في أمور دينهم ويحول المنبر والمحراب إلى حرفة يتأكل بها هذا آثم. وإذا أردنا أن نعدد الذنوب إذن ما أكثر الذنوب أيها السادة؟ إذن هي ذنوب كثيرة. والمولى عز وجل رغم كل هذه الذنوب قال يبعث لك نفحات من أجل أن يمسح، بده يمسح